السلام عليكم. بهذا المقطع راح نسحب للفايز بالجيف اوي او الحساب. اكو شرط، وقبل لا اسحب لانه ما لقيت موقع عشوائي يسحب لي. الموقع كان ببالي رحت سويت بيه وطلع يعني ما قاعد يسحب، ما ادري شنو مشكلته الموقع، ودورت بس ما لقيت، فقلت اسحب بشكل عشوائي من تعليقات اغمض عيني وانزل هيجي واختار واحد. بس قبل لا ابدي عدنا هذا المقطع مع سكرو وسران وصديقي، كل شيء ضحك وصارت بيه وهي شغلات ما جاب دعم، اتمنى تروحون تشوفونه. والقناة قربنا على 500 مشترك، ان شاء الله بس نوصل 1000 مشترك راح اسوي سحب على حساب بينشن ثاني ان شاء الله. فيب خلونا هسه نسحب. اوكي هسه غمضت، انزل لي جوا اخر شيء اخر شيء اخر شيء، بصعد اصعد 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 ونزيد نزيد 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 هيك تحس. اوكي يلا واحد يصعدنا اخر شيء اعتقد. اوكي راح اوقف هنا، واحد اثنين ثلاثة او ماكشي. اوكي نصعد لفوق. اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة. اوكي الفاز ويانا واللي هو هذا الحساب. اوكي نشوفه. اوكي ما انسى. اوكي لا دام كاتب بحساب من انستغرام ان شاء الله راح اراسله واعطي الحساب ان شاء الله. واللي يريد يسأل ليش ما فوزت هذا، للأسف أنا قلت حتى في المقطع إنه لازم تكتب حسابك بالإنستغرام، ولا ما كتبته راح حتى لو فزت ما أعطيك إياه. أسحب لفوقك، وحتى رديت عليك كم واحد من التعليقات كتبت لهم وجهي. شوفونا رديت على هذا التعليق بنزلت المقطع حتى. فيب راح راسل الفايز على إنستغرام، وإن شاء الله من نوصل 1000 راح أسوي جيف أواي تاني على حساب جينشين. مع السلامة.